أنشيلوتي هذا العصر، أنشيلوتي بل هو كارلو أنشيلوتي. الخيول الحديث يدور عن إسطبلات الأشرف وعن منصور مع هذا البطل، هذا العتي الذي شارك بالنسخة الماضية بالمهرجان الماضي حيث حصل على المرتبة الأولى في النصف النهائي عندما شارك مع بالانس الصخرة بطل العام الماضي على أرضية ميدان الأحلام. والحديث يدور عن كابيزانو ابن أنور المجالي، ابن مجالي، ابن مالك، والصخرة بنت أمال، والأم بنت علي زاكر، ابن علي فالنتينو. الملك هنا بهاء إبراهيم من دابوريا أبو محمود. لدينا أيضا بطل من كوكب آخر يشارك في هذا الشوط، والحديث يدور عن بالانس الصخرة للمالك أخونا إبراهيم السلطي أبو علي من علوط. تحياتنا لأبو علي إبراهيم السلطي من علوط إذا كان يسمعني، أظن يسمعني. الصخرة يا بالانس الصخرة ورمح الجليل أيضا، هذا الذي فاجأ الجميع العام الماضي هنا على أرضية ميدان المطار، وهذا الموسم أيضا ابن النمر بطل هذا الميدان. الحديث يدور عن بريخة بيان في حقبة قد مضت وخلت في سباقات جميلة ومثيرة بأمسيات تكللت بالنجاحات آنذاك. يا بريخة بيان ممثلنا ما شاء الله تبارك الله، رمح الرسان ما شاء الله تبارك الله. ابو السند انا مذيع مش منظم، تقطعوليش افكاري وانا بحكي، الله يرضى عليكم. انا مذيع، انا مش منظم، اللي بده يفوت يفوت، اللي بده يطلع يطلع، انا مذيع. بعد مره انا مذيع معلم. كل ساعه ابو سليمان ومنذر ومنذر ابو سليمان، انا حكيت هذا السبق العاشر ابو السند، وكل سبق بحكي هيدا هي. تحيا الله، دقيني واحد اقول له اطلع برا تشوف يطلع ولا ما يطلع، ما يطلع، ما يطلع. ايش تعمل له يعني؟ انا ما لي شغل جوا، يطلع برا ولا قريب من ارضيه الميدان شوي لبرا. ما شاء الله تبارك الله، رمح الرسلان قذيفة الاسطبل الامريكي في هذا الشوط الكبير المثير. رمح الرسلان قذيفة الاسطبل الامريكي للمالك مهدي عباس ابو خالد من فرسان قان الجليل ممثل اسطبلات الامريكي، وتلك الكتيبة المثيرة التي حصلت على هذا الموسم على انجازات مشرفة اسطبلات الامريكي. أياس أبو جبل يعتلي صهوة رمح الجليل متجه إلى نقطة الانطلاق بعملية الإحماء. أرينا ما لديك يا أياس أبو جبل، أنت ورمح الجليل في هذا الشوط المميز. وفي أمسيات كبرى إذا كابيزانو ينطلق الآن بعملية الإحماء مع محمد النادر، مع كارلو أنشيلوتي في اسطبلات الأشرف، منصور ورازي ومحمد العزيز. ما شاء الله تبارك الله، بطل النسخة الماضية على أرضية ميدان الأحلام. بالانس الصخرة حصان الموسم، عريس الموسم، هذا الحصان الذي شارك في أكثر من 9 مناسبات هذا الموسم. ما شاء الله تبارك الله، ينطلق الآن بعملية الإحماء ممثل اسطبلات الحلاس أبو العاطف. هذا الاسطبل الكبير صاحب الخبرة أبو العاطف خالد حلاس في التدريب. لدينا أيضا صاحب الانطلاقات الصاروخية ابن بطل الميادين الذي أمتعنا لسنين طوال ومواسم كثيرة، إنجاز ابن الأيال ودونجا. والحديث يدور عن صاحب السرعة المميزة، إنجاز ما شاء الله ونجله المشارك في هذا الشوط زلزال ما شاء الله.
المدرب زقرط ومحمود حماد، الملاك سامي ترجحاني ومحمود ماضي. لا أعلم إن كانت أرضية ميدان المطار هذا اليوم قد تساعد زلزال بقنص البطولة أو مجارات الكبار بعملية الإحماء، والحديث يدور عن رمح الرسلان مع عبد العصيبي. أمالكم في أياس بعده بالخموم، أياس أياس انتبه 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 انتبه. رمح الجلال بعملية إحماء استثنائية مع أياس أبو جبل. لا نعلم بما يفكر به اياس ابو جبل على صاوة البطل رمح الجليل. الله يديم الابتسامه يا ابو العاطف ويقويك حبيب ابو العاطف. حبيبنا معنا ضيف شرف بتصفيق حار. دعونا نرحب بالعم فتح الحسن ابو فارس من المشهد. هذا الرجل دائما كاسه معاه في البطولات، كاس اللي يتوج في صاحب المرتبة الأولى وبطل الميدان، إن كان على صعيد ميدان المطار وميدان أريحة والمذبح والأحلام كفرمندا، أبو فارس دائما موجود. الله يقويك أبو فارس. اللي مثل أبو فارس يفوت جوا أصلا مش حدا ثاني. حبيب أبو فارس، إنجازات أبو فارس قبل 30 سنة على هذا الميدان، مين كان عنده أبو فارس؟ أي فرس؟ كانت عنده فرس اسمها أمل، فرس عربية محلية قبل 30 سنة، ركض هون أبو فارس وأخذ المرتبة الأولى، وركب له محمد الحجيري أخوه لأكرم. أمل فرس شقرة حلوة غرة تجنن قبل 30 سنة. أذكرك بتاريخ السبق كمان؟ 10/10/93 كان يوم سبت. الله يقويك ابو فارس، افحص بالتلفون 10/10/11/10 ايش انا زي لا تقضبون هالكلمه. وين بلال؟ عشان نزيه طول الكاميرا. وفعلا تقلع هذه الاسماء من جهاز الانطلاق الدبابات المجنزرات، وكالعاده يا ساده رمح الرسلان ينتزع الصداره من البدايه هو وزلزال. ما شاء الله تبارك الله كابيزانو بالمراتب الثالثه يترقب مع محمد النادر رمح الجليل وبلنس الصخره يراقبان ما يحدث بالمراتب الرابعه والخامسه. الاحصنه الكبار يا حضار دخلت المنعطف الاول، وما يزال رمح الرسلان متصدر ومهيمن على هذا الشوط. سلام كابيزانو يصحف نحو المراتب الثانية مع محمد النادر. الأحصنة ما بين المنعطفين، تدخل المجنزرات الدبابات يا سادة كالعادة بخماسية كبيرة ومثيرة بالتنافس على لقب بطل أبطال ميدان المطار. من الداخل رمح الرسلان، من الخارج كابيزانو. رمح الجليل ينضم إلى الثلاثية الأمامية. بلنس الصخرة من الخارج مع عمر الحسون، إلا أن رمح الرسلان، رمح الرسلان يا سادة، رمح الرسلان بطل هذا الشوط يا سادة. قذيفة الاستبلات الأمريكي، قذيفة الاستبلات الأمريكي كالعادة يا سادة، كالعادة يا سادة. قذيفة استبلات الامريكي انطلقت اولا وحلت اولا مع الفارس الكبير عبد العصيبي. عبد العصيبي يا سلام يا سلام. ورمح الرسلان يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. ليس بجديد بل بتجديد، رمح الرسلان يضيف إلى رصيده البطولة الأولى في هذه المسيرة المكللة بالنجاحات والانتصارات، وكيف لا وأنت في اسطبلات الأمريكي. كلمة سر لإسطبلات الأمريكي، افتح يا سمسم
مع بطل هذا الشوط رمح الرسلان. ما شاء الله تبارك الله، خليفة الأسطول البحري، خليفة الأسطول الأمريكي تقصف ميدان المطار بالنهائي الكبير المثير بقيادة عبد العصيبي. طبعا مش راحين ننسى ابو فارس، راح يتوج كاس مرتبة الاولى للبطل بإضافة طبعا لكاس البطولة المقابلة. شايف دية إحجيرية ودية دية كناوية ودية دية عباسية ودية دية عصيبية. مبروك ألف مبروك، مبروك ألف مبروك، مبروك ألف مبروك مع بطل هذا الشوط رمح الرسلان ابن بطل الميادين الغني عن التعريف طبعا صاحب الثلاثة علامات القناص. وين التصفيق حبايبنا؟ دية دية أمريكية، دية دية أمريكية. ألف مبروك لمهدي عباس من فرسان قنا الجليل كفر كنا، مبروك لإسطبلات الأمريكي، مبروك لعبد العصيبي، ألف ألف مبروك لآل عباس، ألف ألف مبروك لفرسان قنا الجليل على هذا الإنجاز مع هذا البطل الكبير المطير ابن البطل القناص الغني عن التعريف ابن ميلانو وبهيرة بنت البهير. مبروك إسطبلات الأمريكي. أبو فارس فتح الحسن يسلم كأس المرتبة الأولى الخاص به، كأس أبو فارس وكأس البطولة. كأسين يا رمح الرسلان تضع على رفوف. مبروك ألف مبروك، ألف ألف مبروك. لقب وصيف البطل لكلا البطلين بلنس الصخرة وكابيزانو. مبروك ألف مبروك أبو علي إبراهيم السلطي من علوت، مبروك إسطبلات الحلاس، شكرا رمح الرسلان، شكرا بلنس الصخرة، شكرا كابيزانو، شكرا محمد النادر، شكرا عمر الحسون. أمتعتونا جميعا، ملقانا إن شاء الله في ميدان الأحلام. يا سلام.